مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كواليس برنامج نجوم بلا حدود. تحضيرات العرض المباشر ليلة كتير قوية، في كتير حماس، في كتير فيديوهات كتير حلوة، ما حدا بيعرف مين حيضل مين حيطلع لأنه المستويات كلها متشابهة من بعض تقريبا. حاليا احنا 13 متسابق، بنهاية الحلقة راح نكون 12. اليوم اللايف الثالث كتير موضوع قوي، حيكون هذا اللايف شو غير الاثنين اللي قبل لأنه بنحكي فيه رسالة للمجتمع حتى نحد من التنمر. كل واحد من عندنا قدم قصته مع التنمر، 13 رسالة كلها تقول لا للتنمر بجميع أشكاله. 13 قصة، 13 رسالة، بتمنى أنه الرسالة توصل لأكبر كمية ممكنة من الناس اللي عم بيتعرضوا للتنمر واللي كمان اللي عم بيتنمروا على العالم انه وقفوا. انا قدمت كل اللي عندي بهذا الفيديو، بس هو مو فقط يعني ادور نقاط او مرتبه بالبرنامج، اهم شيء الرساله توصل للجمهور ولجنه التحكيم. اكيد انه كان نقدر نوصل الرساله بالفيديو تاعي هذا الشيء حيكون حاجه مليحه ومشرفه، ولكن كوني مشتركه في البرنامج فالعلامه مهمه ايضا. الفيديو تبعي راضية عنه جدا، وصراحة لو بغادر البرنامج اليوم ما حندم على الفيديو اللي عملته ابدا. انا عملت اللي علي وكثير خايفة هلا لانه الموضوع كان صعب شوي، وان شاء الله يعجبهم ليروا فايا وائل. انا اخذ مجازفة هذا الاسبوع بالفيديو تبعي، فعشان كده يعني انا قلقان. انا هيدي الجمعة كانت كثير صعبة علي، عملت الفيديو على اخر لحظة، منتجته على اخر لحظة وسلمته على اخر لحظة، فالله يستر. هالمرة أنا ساوات المونتاج لوحدي، بس التعديل النهائي سويناه على لابتوب رولا. قلت لها يا رولا أكيد سلمتيهم الفيديو النهائي، قال إيه. من وقتها أنا بالي مشغول كتير لأنه أنا ما شفت بعيني إنه هيدا الفيديو النهائي ترى ولا لا، واليوم بشوف منام بالليل إنه رولا عطيتها النسخة اللي ما أنا معدلة. لما طلعنا بالبروفا شفت إنه هيدا الفيديو يلي ما أنا معدل، كثير تضايقت انه رولا ما انه شيء بخصها، فلهيك هي ما كانت منتبهه لهالموضوع. ايه ده؟ انا معصبه كثير، انا كل توتري هلا وكل تعصيبي وكل دموعي بس بسبب غلطه رولا. جربت كثير ساعد جنان بهذا الاسبوع قد ما فيني بالمونتاج، وخلصنا الفيديو طلع كثير حلو. بالنهايه بدها حدا يساعدها ويدعمها، وانا كنت هيدا الحدا. كلمه ثانك يو ما اخذتها منك، وهلا جاي ما بدك تحكي معي وعم تتلأمن كثير علي، فهذا شيء كثير زعجني لانه خيرا تعمل شرا تلقى بالحياه صرنا. يعني ايه اللي معصبك يا لازم نعرف؟ يعني مش عم بقدر اسمع صوت حدا. الله معك يا هوانا يا منفردنا. هي جينا راهي معصبة شوية من رولا، أنا شخصيا نظن بلي ما عندهاش الحق تكون غضبانة منها لأنها ساعدتها. لا هي جنان عشان بتكتب شعر ويبقى عندها عواطف وأحاسيس، فأكيد يعني بيبقى لازم تعيش الشعر اللي هي بتكتبه، يعني فنانة برضو يعني لازم تاخد حقها. يعني المرة الجاية ولا حدا رح تطلب مساعدته. أكثر شيء خايف من وائل، لأن دائما ما تعجبه الفيديوهات وينتقد. في لجنة التحكيم نظن بلي أقصى تعليقات يمدها وائل. أكثر واحد خايف منه وائل منصور. ما أخذت ولا كومنت سلبي لهلأ، فشي مرة بس أخذ نيجاتيف كومنت وقتها بقول مين أقسى واحد. يعني أنا من الأفضل الحمد لله لهلأ، بعيد الشر خمسة خميسة. وأقول لوائل الله يهديه وإن شاء الله اليوم يعجبه الفيديو. يعني أول أسبوع أنا بالنسبة لي كانوا كوارث، تاني أسبوع تحسنوا، تالت أسبوع بعتقد إن هم هيكونوا أحسن بكتير.
انا بركز على الحاجات اللي هي اللوجيكال منطقيه. فمنطقيا لما اشوف حاجه غلط او اعملها شويه مثلا مش بروفيشنال ساعتها بحكم. تصور هلا المشتركين صار عندهم مهمه اصعب من الاسبوع الماضي، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق. نحن كلنا بنتعرض للسايبر بولينج على السوشيال ميديا، اكيد انا يعني تعودت على هذا الشيء، بتعامل معه جدا بطريقه عاديه. بعض الاشخاص بيتاثروا بهذا الشيء للاسف، هذا بيعتمد على شخصيتهم وعلى يعني ثقتهم بالنفس. برايي التنمر كثير مهم نحكي عنه، خاصه ببلادنا، يمكن لانه عندنا حروب ومشاكل اكبر يمكن من الغرب، هن سابقيننا بكيف يتعاطوا معه. في كتير توعية هناك، في كتير قوانين، في كتير إرشاد يعني للي عم يتنمر وللشخص اللي عم يضطهده وبيأثر على نفسيته. لبسة ده. مش عاجبك؟ أنا عم بحكي موضوع كتير عميق. وشعرك وحش قوي وميك اب. ماشي يلا باي. مثلا هيدا تنمر، بس يعني إنه موقف واحد، أنا مش بوليد يعني بشكل دائم، بس إنه برافو وائل عطانا هلأ مثل. وعن جد هيك بتصير يعني إنه إيه ده مع إنه تكون واحد كتير يعني هيك بحاول يقاوم. لا فايدة ما كانش مثل، كنت بكلم بجد. حاولي قبل الحلقة تبصي على نفسك في المرايا. أوكي أوكي وائل. طيب أوكي مرسي. أنا أشيك واحد في مصر، وأنا في نجوم بلا حدود، خلي بالك من الاسود. انا غيرها خالص، قبل ما بطلع على الستيج بفكر ان انا هموت اخش الحمام بصراحه، ببقى مش قادر. قبل ما اطلع على الستيج بيجيني شعور مفاجئ بالجوع، ابغاكم. ما هو شعورك قبل ان تخرج على المسرح؟ شعوري شعور اي مواطن عراقي تجاه بلده. جميل جميل جدا. وما هو شعور المواطن العراقي تجاه بلده؟ أن يرقص قليلاً قبل الصعود على المسرح. هل يمكننا أن نرقص سوياً؟ نعم لنرقص بالتأكيد. يلا وهي طريقتنا اللي نتحضر بها قبل الحفلة، صح؟ صح طبعاً، رقص الرقص العراجي. العراجي طبعاً. إحنا كنا كلش متوترين، فالطريقة الوحيدة اللي نطلع بها السلبية هي الرقص. الرقص العراجي. الرقص. ثمر عندها كتير هوايات، هيدا وحده منهم. انا يعني بلوتار عرفت انه هالقد هي انترسي بهالشيء، وهيدا شيء انا بشجعها. انا اسمي محمد العلي، متابع انسه جنان من اكثر من سنه على الفيسبوك، عجبت كتير بكتاباتها، اسلوبها، الفيديوهات اللي طلعت جديده على برنامج نجوم بلا حدود، وحبيت ندعمها ونوقف محدها. اليوم نحن بالبرايم الثالث، اجت امي تحضرني لتعطيني معنويات وتشجعني. انا مبسوطه بمارلين انه عم تشتغل، ومبسوطه كثير بالبرنامج، وانا جيت اشجعها يعني نشوف شو الجديد. انا رلا، صديقه رلا، اثنين رلا، فانا هون كرمال شجعها ندعمها ان شاء الله بالمراحل الجايه اكثر. انا محمود ابو عبد الرحمن الحريري، ودي زوجتي، جايين النهارده ندعم ابننا على المشوار اللي هو فيه، ونتمنى له التوفيق ويحاول يقدم حاجات احسن بدل القرف اللي كان مقدمه في الحلقات اللي فاتت، ويعني ربنا معاه في الفتره الجايه ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق. تحب تقول ايه لابوك يا حبيبي؟ يا بابا شكرا كثير لك ولدعمك الي. ربنا معاك. امي ما بعرف شو بدي اقول لك، ما انت في الان. أنا أول واحد رح أطلع اليوم، فمتحمس بنفس الوقت في قلق نوعاً ما. هيدا الفيديو اللي أنا اشتغلت عليه هذا الأسبوع، حبيت أعطيه 200% مو بس 100%. متحمس طبعاً، متحمس. فايا، شو حبيتي أكتر شي بفيديو عبد الرحمن؟
كثير 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 حبيت الفيديو هالاسبوع. وصل الرساله المطلوبه، شرح شو هو التنمر الجسدي، وكثير حلوه فكره الدفاع عن النفس، فينا نعملها من خلال الرياضه ونقوي جسدنا. يعني حبيت انه عم بيقوي له ثقته بنفسه من خلال تمارين رياضيه للدفاع عن النفس. صراحه تفوق في كل حاجه بالنسبه لي صراحه. الفيديو عجبني جدا لانه شايف حركه الكاميرا مع الكواليتي مع الاديتنج مع تمثيل الكاست اللي موجود، ولاول مره هدي لحد 5 على كل حاجه. واو واو شكرا وائل. علاماتك صارت جاهزه، خلينا نشوف معدل العلامات اللي بيحصل عليها عبد الرحمن. 69/75. شكرا لك عبد الرحمن. انا مبسوط كثير انه عجبهم، بتمنى تكون الرساله وصلت للجمهور بشكل واضح، وتستاند اب فور يور سيلف ايفن اف يور بوليد، ذير از اولويز ا واي. احلى تعليق كان انه وائل انا اول واحد بيعطيني 5 5 5 5 بكل شيء، فهذا شيء كثير فرحني. حس الفيديو تاعي فيه رساله شابه ومدبيه للعالم كله يشوفوه، فاني متحمسه ان شاء الله النتيجه تكون مليحه. فكره الابتسامه هلا اكيد منا حال جذري، يعني انا شوي حسيته مبسط صراحه، بس انه اكيد يعني الابتسامه هي كانت سيمبل للايجابيه ولانه ننشر هاي الطاقه الحلوه. بس اكثر شيء حبيته بالفيديو تبعك طريقه التصوير والاستاتيكس صراحه. كثير كثير حلو. اكيد اللي المعلومات اللي قالتها مهمه، وانا عجبني الابتسامه لانه كثير مهم هيدا الشيء، وواضح على نور يعني دائما ابتسامتها الحلوه، بس ما حسيتهم كافيين لمنع التنمر. فيديو عجبني جدا جدا، وممكن اختلف معهم هما الاثنين. انا شايف بالعكس simplicity is perfection، يعني البساطه هي الكمال. فطريقه التصوير والباك جراوند ميوزك والامل والهوب اللي محطوط في الفيديو ده مش طبيعي. حتى انا بقيت حاسس ان انا ممكن بتفرج على فيديو ده موجود في حمله اوريدي معموله. خلينا نشوف قد ايه بتاخدي على 75 يا نور، تنشوف اذا رح نبتسم لل 65 على 75 لنور، وترتيبك بيكون على الشكل التالي. نور انت المشتركه الثالثه وبالمرتبه الثانيه. شكرا لك نور. عجبتني العلامات تاعي، فيها تقدم ملحوظ على لي دو برايم اللي فاتوا، دونك راني فرحانه. وائل ما كنتش متوقعاته يكون التعليق تاعو مليح، ففرحني. انا وعبد الرحمن ساعدنا بعضنا وعلاماتنا في زوج متقاربين وملاح، فاستراتيجي مليحه، واحد نعاونوا بعضنا، كل واحد يكملوا بعضه باش نكونوا في زوج في الصداره. عن فئه سينما مع نور الدين امين من العراق، منشوف شو هن الافلام يلي اختارها بهالتحدي. بعد اسبوع من الشغل انا جدا متحمس ان اللجنه والناس يشوفون الفيديو، وخايف بنفس الوقت، بس ان شاء الله توصل الرساله وبتونسون بهذا الفيديو. لحد الان كل تعليقات اللجنه محلها، واتمنى تكون تعليقاتهم ايجابيه عن مادتي الفيديو، واحصل درجه اكثر من الاسبوع الاول والثاني. فيديو كثير حلو وفي معلومات مفيده، حبيت الفيديو. تمام، مبسوط قوي انه في فشار. خلاص اديني ده. انت بتقول عليه بوشار صح؟ اه. ليه بوشار؟ ما هو فشار. بوشار بوب كورن بدك اياه. طيب. عجبني الفيديو، فيديو تعليمي بحت. انفورماتيف اديوكيشنال يعني. Which is good. اه يعني انا تمام، انا مش متضايق ولا مبسوط قوي، مش متضايق لان انت عملت كل اللي المفروض يتعمل، بس مش مبسوط يمكن علشان حاسس انه في سنه كريتيفيتي ما كانتش موجوده. حبيت يعني راح بالهيك بالتسلسل على مر كذا سنه، يعني على مرور السنين اعطانا كيف ان شاء الله نشوف افلام سينمائيه ودراميه بمجتمعاتنا كمان بتعالج على الله. نور الدين بيحصل عن فئه السينما 55. شكرا. وترتيبك يا نور الدين بيكون على الشكل التالي مع 55 نقطه، تحتل المرتبه الثالثه. شكرا لك. الحمد لله، يعني طلعت ان شاء الله من منطقه الخطر، ومتحمس جدا، والحمد لله عجبهم ومتحوا بيه هوايه. يعني بالنسبه لي انا وصلت الرساله ضد البولينج، وحاشتغل على النصائح اللي انطوني اياها، واحاول اكون انفورماتيف اند كرييتيف بنفس الوقت. احساس
الإنجاز كتير صعب نهار الجمعة. لو حتى الواحد كان عامل سوبر أميزنج فيديو هيحس حاله إنه هيطلع لو شو ما كان. أنا هيدا الأسبوع اشتغلت على موضوع التنمر، مش بس حكيت عن التنمر، أنا فرجيت أنا بال 2014 إنه كنت معرضة للتنمر وهلأ أنا وين. يعني أنا وصلت رسالتين، حكيت عن التنمر بطريقة اندايركت، وبآخر الفيديو فرجيت أنه أنا قدرت حارب التنمر بالنجاح يلي حققته. فإن شاء الله يعني توصل المسج تبعتي بطريقة كتير واضحة، لأنه أنا حبيتها بس ما كتير راضية عن الشغل. الفكرة حلوة ان وصلت المسج، ان انت حد كان واحدة بتقولك يا لوزر وبعد كده عورت لها انت فين دلوقتي. حصلك بجد؟ حصل لي اكيد، ومش انه عم اقول لهم انه انا وين صرت، لا عم فرجي انه انا حاربت هيدا الشيء، انه طنشت يعني ما عم بحكي بس عن البولينج، انا اي سكيبت هيدا الشيء وطنشته بانه انا نجحت وما خليته ياثر فيي. برافو. انا كثير حبيت، حسيته حقيقي، يعني حتى انه عن جد انه مثل ما قال وائل انه حسينا انه عن جد في ناس يمكن استهزأوا بموهبتك او قللوا منها وانت اشتغلتي على حالك وصلتي. انا كثير حبيت وصوتك هيك يعني وصل الرساله. كلامها حلو كثير ما في شك، وصل الرساله، اللحن مكمل الاغنيه بالاضافه لصوتها وعزفها. بالعكس انا حبيت اخر شيء اللي حكيته، لانه هيدا شيء اذا عم تحكي عن تجربتها هيدا شيء بيعطيها ثقه بنفسها، انه اخذت ثقه وهي صار فيها تحكي، بتقدر تحكي وبتقدر تغني وتوصل الرساله باي طريقه هي بدها اياها. وحبيت الفيديو كثير لانه ماخوذ من نجوم بلا حدود. خلينا نشوف العلامه لرولا قادري من لبنان على 75 64. رولا ثانك يو. خلينا نشوف ترتيبك مع 64 نقطه، بتكوني بالمرتبه الثالثه. شكرا لهيلي رولا. مبسوطه كثير لانه كنت بتوقع اقل، وكنت متوقع مفل اليوم، وكثير مبسوطه يعني الحمد لله هيك حاسه حالي بمرحله حلوه يعني. وصلنا لنص الحلقه وحاليا اجى دوري حتى اصعد للستيج، متحمس كثير وعندي تفاؤل انه احصل نقاط اكثر من النقاط اللي حصلتها بالاسبوع اللي فات. حبيت الفيديو تبعك بالشيء اللي وضحته، بس بصراحة حسيتك عم تحكي عن مشكلة التنمر كأنها مشكلة تقنية، يعني ما حسيتك إنه عن جد إنه ما حسيتك قدرت توصل قد إيه هي خطيرة بالمجتمع، وحسيتك حصرتها بهاي القصة إنه حظر الكلمات. في كتير أبس وتطبيقات اليوم لتحارب البولي، يمكن كان أكيد دقيقة ما بتلحق تحكي عن كل شيء، يمكن هو عطى حل بس يعني كان فينا نسمع عنها. توقعتك تحكي عن شيء صراحة صار من 3 أيام 4 أيام بهذا العالم، إنه تطبيق صراحة بطلوا يعني أبل ستور وجوجل بلاي بطل في عندهم، يا لأنه في نص مليون وقعوا على عريضة إنه يعني في عم يؤدي للتنمر، لأنه اللي عم يكتبوا هن مجهولين الهوية أو يعني بدون أسماء. فهذا الشيء كتير كان فيك تقول أسباب التنمر كمان لما الشخص يكون بدون هوية تحكي إلكترونيكلي. حلو، معلومات مهمة أنا صراحة ما كنت بعرفها، بدي جلسة معه لسامر ليقول لي مزبوط. بس إيه لأن في أشياء أكيد ما رح أعرف هيك أدخل لحالي. أنا حاضر سامر. أوكي حاضر أنا. خلص تقييمي الفيديو فيه معلومتين أنا أول مرة أعرفهم بصراحة، بس مش هي دي الفكرة. يعني هو الفكرة أن أنا كنت ممكن أعرفهم من مقالة، فاهم قصدي؟ يعني كنت ممكن افتح باز فيد او اي حاجه، بس هي فكره ان انت كنت المفروض تلم كل السوشيال ميديا تعملها بطريقه ما اعرفش فيري كرييتيف، يبقى عندك تويتر وانستغرام وفيسبوك ويوتيوب، وان تلم الموضوع بطريقه تقول لهم انه كذا كذا ايه اللي بيحصل، فاهم قصدي؟ انا الناقص في فيديوهاتك الانرجي بتاعتك وسرعتك بطيئه والانرجي بتاعتك واطيه، انت فاهم؟ يعني هو نفس اللي انا الفيديو اللي انا هشوفه بطريقتك ده ممكن يكون نفس حاجة مثلا بسمع له حد خاطف حد وبيهدده، فاهم؟ يعني اللي هو هناخد الفلوس دلوقتي حالا. على 75 44 سامر، بنشوف أكيد ترتيبك. سامر بالمرتبة الخامسة. شكرا لك سامر. أنا ما راضي على تقييم لجنة التحكيم، وأنا تعبت للفيديو صار لي يومين أشتغل به وينطوني 44 علامة ما أعرف إيش. الصراحة ما أعرف شو يريدون يعني. هي أنا هذا قدرت أسويه خلال دقيقة واحدة ما عجبني، وإن شاء الله إذا عدت على خير نقدم الأفضل.
machine.